كان كتير شرير وكتير لابق للدور فنان وتشو بتعرضه كتير بياخد ادوار وهيك بيضحك على البنات ومن بنت لبنت انا هلا بكرههم من ورا الشخصية. بمصر حاليا احمد فهمي متصدر الترند باداء شخصيه سفاح الجيزه. هذا المسلسل الماخوذ عن قصه حقيقيه والعالم مستغرب، يعني شايفين احمد فهمي هنا بالعاده بادوار كوميديه ما توقع انه يتقمص شخصيه القاتل لهالدرجه. مين اليوم الممثل السوري بتحسي بيلبق له ادوار الشر؟ باسل خياط اتوقع. في مره شفت له مسلسل اسمه 30 يوم، حسيته اي كتير، يعني بتحسه هو جوه هيك دور الشر، هو لازم يلعبه مقدم رؤوف. بتذكر وقتها كنت صغيره وقت اللي كان عم يعرض المسلسل، لا يعني وقتها كرهت الممثل، كنت اكثر ممثل اكرهه انه عابد فهد بسبب انه هي الشخصيه، فلهلا بكرهه من ورا الشخصيه. بالبقله بتحس هي الاشياء كثير بفوت بالدور، يعني بحسك انه كثير حقيقي. احس باسم ياقوت وصيخولي له هيك الكاريزما تبعه والكاركتر، يعني مناسبة بهيك الأدوار الفايولنت تكون شوي. بسام كوسة أنا جوكر بصراحة، يعني بس سوري بحس باسل خياط كتير هيك بيعرف إنه يكون يلعب الدورين سوا، فالشرقة بيلبق له كتير. بسام كوسة بيلبق له هو كل شيء، بس إنه الشر حلو عليه. سلوم حداد كتير أبدع بأدوار الشر عبر التاريخ تبعه، يعني بالدراما على صفيح ساخن يجسد لك الشخصية اللي أنت يعني حسيت إنك بدك كرهانه يعني، وهالكتلة الشر اللي عايفة يعني لا مسك بالضبط، نقل لك الحالة مزبوط لإلك. عبد المنعم عمواري هيك بحسه بياخد أشرار دائما هالأدوار فظيع. أنا بعرفه شخصي كتير بياخد أدوار وهيك بيضحك على البنات ومن بنت لبنت وهيك، هو كأدوار بيلبق له هالشي، يعني هيك شخصيته، بس بالواقع لا مو هيك. كتير حبه والله ما في منه. قصي خولي وشو هيك كتير جدي يعني، فبحس بيبقى هيك دور شرير. بسام كوسة هلا كان اخر مسلسل له منيح نصار الخوالي، بس بعدين صار كله شرير كل المسلسلات. باسم يا اخو بيلبق له اسوء ادوار الشر، وخصوصي لما تعمل شخصيه ابو نبال. باسل خياط شاطر بيلبق له كل الادوار. بسام كوسة هو متقن كل الشخصيات، يعني بتحسه انه لا عن جد هو نمبر 1 عنه، قدر اتقن الشر كتير بطريقة حلوة. باسل خياط بسام كوسة. بسام كوسة هو هيك عودنا، مع انه حتى ادواره اللي يعني اللي فيها بطولة فيها خير كمان قوي، بس هيك بتحس الشر منه بيطلع مميز. باسم ياخور كثير شخصيته قوية وبيلبق له هيك، مع انه هو كوميدي وبنفس الوقت بيلبق له انه يكون هيك شجاع ومشكلجي. ابو نبال بالولادة الخاسرة كان كتير شرير وكتير لابق للدور، كرهني بحاله بس بنفس الوقت كتير مهضوم ولذيذ. ادوار الشر باسم ياخور ممكن طوله كمان والجهامة اللي عنده يلعب كمان دور كتير كبير. فنان سلوم حداد صيخولي. عابد فهد ادواره رائعة جدا. افساطور رامز عطلة لانه هو بيلبق له دور الشر، يعني وفنان وانت بتعرضه. بسام كوسة لانه بتقن دوره اكيد طبعا. بسام كوسة بحس شيء من تلاميح وجهه. بساطور رامز عطلة هو هذا يلبق له الدور، يعني على طول يمثل هالتمثيل كويس يعني. بسام كوسة شخصيته قويه وحلوه انه بيلبق له هيك ادوار. عابد فهد الكاريزما تاع شخصيته شكله قاسي فبيلبق له هذا الموضوع. بسام كوسة بحس الدور بيلبق له كل دور شر. بسام كوسة بسام كوسة هيك ما بعرف سبحان الله. بياخد ادوار هيك شرسة او شيء. الاستاذ سلوم حداد بيلبق له هذا الدور، يعني عنده ادوار هيك شرسة وحلوة يعني بهالادوار هيدي هو كان اخذها من قبل. والله بسام كوسة سلوم حداد في الممثل باسم ياخور يعني كل الادوار بتلبق له، يعني بسام كوسة ما شاء الله عليه يعني بجيد كل الادوار. سلوم حداد بسام كوسة اكثر شيء سلوم حداد يعني هيك بملامح وشه. سلم حداد بيلبق له ايه. بسام متميز بهذا الدور. بسام الكوسة مخضرم لهالدور هذا واستاذ في التمثيل بهالدور هذا. استاذ بسام كوسة هو فنان بكل معنى الكلمة، وكل ما اخذ دور بتحس انه متقمص هذا الدور بشكل جيد.